مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم إيكول جبيرة. اليوم سنتعلم الرياضيات، المفيد في الرياضيات، وما خصكم غير الدعم. اشتركوا في القناة وديروا التعليقات ديالكم باش نشوفوهم، ورحنا نشرحوا لكم مزيان الرياضيات بطريقة سهلة كما كيدير لي انا بابا، وكنشرح وكنفهمها بالضبط. اذا نقولها درس ديال تقويم ودعم وتوليف التعلمات الوحده. اذا هذا هنا غنشوف راسنا واش داكشي اللي فهمنا في الوحده الاولانيه. اذا ولاحظوا ثم السؤال قال لك ولاحظوا ثم احدد منزلة الرقم الاخضر. المنزله ديال الرقم فين منزول؟ هو فين منزول؟ يعني فين محطوط؟ فين يعني المصدر محطوط؟ مثلا فهم معايا، خصك تفهميهم في منزول. دابا هو في محطوط هنا، دابا عاطين لك اعداد، يعني قالوا لك الرقم الاخضر، خصك تفهم السؤال اللي عطاني. في محطوط في منزل؟ يعني في منزل، اي في منزل، يعني ما ماشي دير ثلاثة. لا في منزل هو زعما هنايا، زعما كتحيد هذاك الرقم وكتولي هذاك كدير 30 30 كاع لا في العشرات. عشرات زعما عشرات. هنا المنزله ديالو فين؟ العشرة. عشرات. اذا كنقولوا العشرات. هنا المنزله ديالو فين؟ في الالاف، في ماشي المئات. الالاف. الالاف. هنا المنزله ديالو فين هي؟ في الوحدات. هو بالاخضر من الاول. الوحدات. الوحدات. هنا المنزله ديالو شنو هي؟ في العشرات. العشرات. عشرات. صافي. اذا المنزلة ديالو فين محطوط؟ هنا عدد العشرات في الأعداد. ركز معايا هنا، عدد ماشي قال لك رقم، راه كاين رقم وكاين العدد. هنا العدد ديال العشرات في الأعداد التالية. عدد العشرات كتقولوا كله، هو ثلاثة مثلا، ثلاثة هو العشرات. إذا أنت تقول ثلاثون. ثلاثون. هو ثلاثون. كتبوه ستة آلاف. لا، 6870. إذا العدد العشرات فين هو؟ عشرات. عشرات سبعون. سبعة. إذا هو سبعون. شحال عدد العشرات هنايا؟ هو صفر. سبعة. إذا صفر. صفر. هنا هو ستة، الرقم هو ستة. إذا العدد العشرات هو 65. عدد العشرات؟ العدد ديال العشرات فقط. ستون. ستون. هو الستون. العدد، العدد ماشي هو كله، هو هذا كله لا، غير ثلاثة ديال العشرات تقول 30. سبعة سبعون. هنا صفر ما كاينش، هنا ستة ستون. مثلا نقول لكم مثلا مثال آخر، نقول لكم مثلا عندنا 7552. 52. العدد ديال العشرات فين هو؟ شحال هو العدد ديال العشرات؟ العدد ديال العشرات 50. 50، ما كنقولش 52، كتقولوا 50. هذه الطريقة، صافي؟ يلا، سبعة ماذا يمثل؟ يمثل الآلاف. خمسة ماذا يمثل؟ يمثل المئات. خمسة ماذا يمثل؟ يمثل العشرات. واثنين ماذا يمثل؟ الوحدات. هكا. اكتبوا الأعداد المطلوبة باستعمال الأرقام التي تحملها زينب. زينب هزنا واحد بالونات. اذا اثنان ثلاثة خمسة وسبعة. شنو قال لك هنا؟ اكبر عدد من اربعة ارقام. اربعة ارقام، كاين رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا. وفهمونا، ماشي اربعة ارقام هي كاينة هنايا، في اربعة ارقام ما كايناش. هما هادو اربعة ارقام، هما هادو نحطو واحد هنا. كاينة عدد ثلاثة، زعما كاينة كاينة حتى اربعة. لا عندنا هادو هادو، عندنا اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة. هالرقم يكون هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم، ولكن هما يقول لك أكبر عدد من أربعة أرقام. أكبر عدد، عدد كبير. شكون مثلا هو مكون من أربعة الأرقام؟ شنو خصو يكون فيه في سبعة؟ لا، يكون يعني أكبر في الوا، في العشرة، في العشرة، في المئة، في الآلاف. أكبر، أكبر عدد هو اللي نديرو في الآلاف. شنو أكبر عدد هنا؟ سبعة. سبعة هو أكبر عدد. اللي صغر منه شويه هو اللي حطوه في المئه. 500. عشرات، اكبر عدد في العشرات قلنا سبعه خمسه. ثلاثه. بالترتيب غادي بالكبير الصغير للمول. اثنان. هي اصغر عدد من اربعه ارقام ثاني، واحد جوج ثلاثه اربعه.
اصغر عدد. اذا اصغر عدد هو شنو؟ هو الاثنان، ولا نديرو في الالاف اثنان، يعني 2000 و و300 مئة نديرو فيها ثلاثة، هي 300 وخمسة وسبعة خمسة هنا والسبعة هنا وخمسة سبعة وخمسون عددا محصورا بين 700 و750. هذا عدد محصور ما بين 700 و750. إذا ما فيش أربعة أرقام، لا ما فيش الآلاف، في غير المئات. إذا محصور ما بين 700 و750. نقول مثلا هو ديروا السبعة، ديروا السبعة، ها هي السبعة، سبع مئتين، سبعمائة سبعمائتين وخمسة وثلاثون. لا اللي تابع لا يكون سابع للسبعمائة مثلا، شنو اللي يكون صغير في ال في الـ في, الـ في العشرات؟ هو الاثنان، اثنان يدير اثنان، يعني اثنان وثلاثون، اثنان تلا هنا شحال؟ شحال هذا؟ ثلاثة، ثلاثة ولا تابع هو 23، 723 ثاني 700 700. اذا شوفي طلي هنا، طلي هنا، اذا شنو نقولوا؟ ثاني كنا اثنان في العشرات اللي كتبوا شنو هو؟ هو خمسة، خمسة 700 700 700 700. نمشيو للعشرات عندنا فيها ثلاثة، في العوض كنا درنا اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة، هنا عندنا هنا شحال؟ عندنا ثلاثة. اش صغر من خمسة؟ ونديرو إذا نقولو اثنان وثلاثون، 700 واثنان وثلاثون، ثم عدتني 700 700 وخمسة وثلاثون. بقيش عدد اخر؟ لا علاش؟ لان نديرو 700 واثنان وخمسون، اثنين وخمسون كبر من هذا، كبر من هذا، إذا هذو الأعداد، هذو الأعداد اللي محصورة بيناتهم. إذا هنايا أنجز العمليات التالية، يعني أنجز العمليات التالية شنو هي؟ هي ألف وخمسمائة وتسعة زائد سبعة وخمس وثمانون تساوي، دير تساوي، تسعة زائد سبعة تساوي 16. لا نضعه ستة نستفيد بالواحد، نعم، واحد زائد صفر تساوي واحد، وواحد زائد ثمانية تساوي تسعة، خمسة زائد لا شيء خمسة، واحد زائد لا شيء واحد، يعني العدد يساوي 1596. دابا عملية ناقص، 1200 ناقص 99 تساوي صفر ناقص تسعة. لا يمكن نضع العشرة ونضرب على صفر ونضرب على صفر ونضرب على اثنان. هذا ولا عشرة كنضربوا عليه كيولي تسعة، تسعة. وثاني هذا كنضربوا عليه، حيت نقصنا من هنا شنو كنقصوا من هنايا؟ يعني كيولي واحد، يعني عشرة ناقص تسعة تساوي واحد ربعينا، وتسعة ناقص تسعة صفر، واحد ناقص لا شيء واحد، واحد ناقص لا شيء واحد، يعني العدد يساوي 1101. دابا عملية ضرب 129 في 8 تساوي 9 في 8 في 9، 8 في 9 تساوي 40، هي 72، ونضع 7 العشرات. نعم، 8 في 2 تساوي 16 زائد 7 تساوي 23، نضع 3 ونحتفظ بالاثنان. 2 زائد 8 في 1 8، 8 في زائد 2 تساوي 10. effectue les opérations suivantes. effectue هي أنجزو les opérations، هي العمليات suivantes التالية، بحال هذه أنج، هذه مع هذه، وهاد كلمة مع هاد كلمة، وهاد كلمة مع هاد كلمة، ساهل، هذه الترجمة ديال هذه. إذا ديروهم 3654 زائد
5467 تساوي 4 زائد 7 تساوي بلاش 11. نضع الواحد ونحتفظ بواحد. ستة زائد ستة 12. قولي هذه ماشي، قولي ستة. واحد زائد خمسة ستة. واحد زائد خمسة ستة. ستة زائد ستة 12. نضع اثنان ونحتفظ بالواحد. واحد زائد ستة تساوي سبعة. سبعة زائد واحد سبعة زائد أربعة تساوي 11. نضع الواحد ونحتفظ بواحد. وثلاثة زائد واحد تساوي أربعة. أربعة زائد خمسة تساوي تسعة. يعني العدد اللي عندنا 9121. 8764 ناقص 5457 تساوي 4 ناقص 7. لا يمكن نضرب عليه 14 ونضرب على 6 و 5. 14 ناقص 7 يعني نديرو 7 8 9 10 11 12 13 14 يعني 7. 5 ناقص 5 تساوي 0. 7 ناقص 4 تساوي 2. لا تساوي 3. و8 ناقص 5 تساوي 3. يعني العدد عدنا 3307. عملية في 452 في 8. يعني 8 في 2 تساوي 16. نضع 6 ونحتفظ بالواحد. 8 في 5 تساوي 40. يعني زائد 1 41. نضع الواحد ونحتفظ بالواحد بالأربعة. 8 في 4 32. 32 زائد 4 33 34 36 36 بالاصابع. 36 حسبوا بالاصابع باش ما نغلطوش. 36. اذا العدد هو 3616. خامسا انشئ مستطيلا ا ب س د علما ان ا ب تساوي 5 سنتيمتر و ا د تساوي 3 سنتيمتر. اولا نرسم. نعرف ان الاضلاع ديال المستطيل عنده واحد ديال العينين المتقابلين كيكونوا متوازيين. كيكونوا متساويين. اذا ا ب رسمو كل ديال العينين كيكونوا متساويين. نديرو النقطه اللي كيبدا منها ا. ها هي ا. نديرو النقطه اول حاجه نبداو بنقطه ا. فيما تعلموا في الهندسه ديما تبغي ترسموا شي حاجه ديروا اول نقطه غنبداو بها مثلا هي ا ب. نديروا النقطه ا هي الاولى عاد نرسموا الضلع ا ب. ها هو ا ب. يعني نديروا 5 5 سنتيمتر. هذه انا 5 شتي. ها 1 2 3 4 5. طريقه سهله باش تجيكم سهله ترسموها. هانت بدا بالنقطه هي الاولى ا وسالي بنقطه بي. بي وي ا بي وي سي سا. هذه نقطه بي هي اللي كتسالي فيها هي اللي في 5. اذا الطول ديالو هو 5 سنتيمتر. خاصك ضروري تكتبها. كنجيو هنايا كنديرو ماشي كنديرو 5 كنديرو 3 سنتيمتر. كنديروش 5 كنديرو 3. هنا في العرض هنا هو المستطيل في الاضلاع عنده ضلع طويل وعنده اضلاع قصيره. الضلع المتقابلين جوج طوال هما هادو الطول وهادو العرض. هو هذا العرض. عرض كيساوي شحال فيه؟ اذا كتجيب حتى زاويه قائمه. انا خصك دير زاويه قائمه ضروري وتحسب 5 سنتيمتر. ها كدير لك على الطرف وعاد تحسب. دابا ديرو في الاول باش تجيب دير عصغير صغير عاد عبروا هنا شحال فيه. هانت شتي دير فيه شحال؟ واحد جوج ثلاثه. وصلت لثلاثه.
واحد هنا. إذن أ بي كيتبعوا هنا. إذن هو أ بي سي دي. إذن أ بي سي 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 سا نقطة سي. هاش نيم داير أ دي غلطوا فيها. لا أين أ دي؟ هذاك راه أ دي. هذا هذا أ دي. أ دي هذا هو أ. أ بي سي دي. دي ولا يكون هنا؟ أ بي كيساوي ثلاثة خمسة و أ دي كيساوي ثلاثة. صحيح. هو هذا اللي درت بحال هكا مثلا. ها نسحب ليك بحال هذا هذا مع هذا. لا و... لا لا دير بحال هكا يا يكون ها هو متوازي. ها هو ماشي متوازي، زاوية قائمة كيمثل زاوية قائمة هكذا. شتي؟ نعم. دير له هكايا من بعد عاد طولو تدير الطول ديالك شحال كاين. ها هو كيوصل تل ثلاثة. إذن هاهو هذا شحال كيساوي؟ ثلاثة سنتيمتر. عاد كتلاقي هذا مع هذا إذن الزاوية قائمة هنا، الزاوية قائمة هنا، الزاوية قائمة هنا، الزاوية قائمة هنا. إذن أ بي سي ثم دي. إذن أ بي ها هو خمسة سنتيمتر و أ دي هو هذا يساوي ثلاثة سنتيمتر. كلونه بلا شنيا زاوية قائمة ماشي مشكل باش تبين تبع انك راه خديتي زاوية قائمة باش بالمثلث. هذه الطريقة ديال الرسم مستطيل. لا جو كونستروي يعني انشئ كونستروي ان كاري مربع دون لا ميزور دو سون كوتي اي 4 سنتيمتر. يعني الضلع ديالو في احد الاضلاع ديالو كيساوي الضلع ديالو كيساوي 4 سنتيمتر. وحنا كنعرفوا المربع يعني مربع شنو الميزه ديالو انه كيكون متساوي على الاضلاع ديالو كامله متساوي. اذا نشوفوا الضلع الاولاني مثلا خصك ثاني تاخذ زاويه قائمه باش ندير انت نديرو نقطه ديال الانطلاق بحال هكا مثلا. نقطه الانطلاق هي هذه ها هي نسميوها حنايا ا ثم 4 سنتيم هي حد هنايا. اذا هذه نقطة الانطلاق هذه هنا 4 سنتيمتر. نسميو حنا مثلا أ نقطة الانطلاق هنا شنو كنقولو؟ أ أ بي بي كنجيبو الكاري. يعني دابا المربع دائما كنكونو الزاوية قائمة هي. لا ماشي مشكل، المهم هي الزاوية. واخا يكون الزاوية هي المهمة. هذاك الشيء اللي أنا إذا نشوف هنا 4 سنتيم كندير هنا أيوا الزاوية القائمة بالمثلث هي فهمتي. ها هو ها هذه الزاوية القائمة ثم كنحسبو الطول ديالو شحال فيه 4 سنتيمتر. اذا جانا حتى لهنا هاو صلاه مثلا هنا. اذا الزاويه قائمه ثم كنشدو ثاني الجهه الاخرى يعني الزاويه قائمه هكذا. ها هي شوف انت كون دايز من هنا وهنا الزاويه قائمه. ها هي ندير الزاويه قائمه هاد النص نعبروا الطول ديالها شحال كتساوي. نعم شوف الطول ديالها هو واحد اثنان ثلاثة أربعة حدا بعد ذلك كنوصلو هاد النقطة مع هاد النقطة. إذا أ بي سي دي دي زاوية قائمة ها و الضلوع ديالو كي دايرة متساوية كاملة ماشي بحال مستطيل. أما هذا مستطيل كيما هاد الضلع متساوي مع الضلع وهاد الضلع متساوي مع الضلع. هادو كندلو جوج شرطات حتى هادو اللي متساويين وهذا مع هذا متساوي بطياتو. إذا قلنا زاوية قائمة هادو أربع زوايا قائمة. نمشيو للصفحة الموالية نحاولو منطولوش في الفيديو نزربو دغيا. أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر أكبر أو تساوي. إذا عندنا 53998 مقارنة مع 501002. إذا يعني باينة حيت هذا أصغر من هذا. علاش؟ حيت هذا فيه غير العشرات وهذا فيه حتى المئة ديال الألف. آه سي صح، هذا فيه 53000، هذا فيه 501000. يعني هذه هذا المئات ديال الألف، هنا فيها العشرات. إذا يعني هذا أصغر من هذا، نديرو رمز أصغر. رمز أصغر. هنا أربعة 440,741 مقارنة مع
439 1985. تالي كنقارنو كنقارنو المئات المئات ديال الآلاف. إذا أربعة متساويين، إذا كنمشيو دابا العشرات ديال الآلاف، يعني أربعة ثلاثة، يعني أربعة أكبر من ثلاثة، بالتالي فأربعة بأربعة أربعمائة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد أكبر من أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون. يعني نوضعوا الرقم الرمز ديال أكبر، 9897 مقارنة مع 10000. إذن وبالتالي هذا مكون من عشرات مئة عشرات الآلاف، هنا غير وحدات الآلاف، في هذا فيه غير خمسة أرقام، هذا فيه ستة أرقام، وبالتالي هذا يكون هذا أصغر من هذا. يعني 9897 أصغر من 10000. لا، 100000 مقارنة مع 98975. يعني بين هذا الأكبر، حيت هذا فيه فيه المئات، وهذا ما كاع ما فيه المئات، فيه يعني العشرات ديال الآلاف، هذا فيه مئات الآلاف، يعني مئة ألف أكبر، نديرو الرمز ديال الأكبر من 98975. جان ديك افيك، ندير كروا فين؟ في لا فواتور، السيارة لا بلو شير، الغالية، اللي غالية الثمن ديالها غالي. اي افيك سيل، افيك او هنا او، ف سيل دو لا موان شير، اللي ناقصه هنا، اللي غاليه نديرو لا كروا، واللي رخيصه الثمن ديالها رخيص مره ولا رخيصه الثمن ديالها رخيص، ما بين هاد السيارات بثلاثه. يلا شكون اللي غاليه فيهم؟ نديرو لا كروا. يلا انا بصراحه شو بغيت غير الثمن؟ يلا لينا، يلا سير بغيت هنايا كاين 202200 درهم درهم زيدي، وهنا كاين 200000 نسيت، و999 درهم، وهنايا كاين 220020 درهم. اذا فين الغاليه؟ هذه اللي فيها هنا عندنا اثنان في مئات الالاف، عندنا هنايا اثنان في عشرات الالاف، اذا كان تساوي في مئات الالاف، اذا عشرات الالاف اثنان، هنا صفر هنا صفر، وبالتالي هذه فيها اثنان في الالاف، ديال اثنان في عشرات الالاف، اذا 220 الف و20، اذا الاكبر، اذا كنديروا الكرو هذه الغاليه بلو شيغ، ولكن تستي الى حيدوا لك هذا كتقول هذه هلا الموان شير، فين هي الاقل فيهم؟ شكون هي؟ هي اللي يكون فيها اثنان اثنان، هنا صفر هنا صفر، هنا اثنان هنا صفر، وبالتالي هذه اللي صغيره، اذا هذه ندير لها دوالة. يشير الرسم الليبياني الى النقطة التي سجلها اربع تلاميذ شاركوا في مسابقة ثقافية تحتل شهد، واحد بسميتها شهد، الرتبة الأولى، فين سيدي شهد؟ شهد هاي شهد، الرتبة الأولى، في وصلت 90 نقطة، وصلت 90 نقطة، هاي 90 نقطة المرتبة الأولى، وتحتل ولاء، ولاء فينا يا ولاء، هيا ولاء، الرتبة الثالثة، الكلمة ديال لاش ديالها، الرتبة الثالثة، فينا تكون زعما؟ يعني هنا اللي أكمل الرسم، أنا أكملها، ما قالك أكمل الرسم الليبياني بإضافة عمود يمثل عدد النقط التي حصلت عليها ولاء، إذا عندنا شهد، حصلت على 90 نقطة، أمينة، 85 نقطة، هذه ديرو لها مثلا رقم واحد. هذا تكون هي ثلاثة، قال لكم ثلاثة دير لها الطريقة، شنو اللي كنقول لك أنايا؟ هذه تكون مثلا رقم جوج، هاهي وصلت هنا، واحد جوج، إذا هذه ثلاثة، أما واحد أربعة، هذا يكون ربعة، حقاش هذا خص يكون هو الأول، هذه تكون هي ثلاثة، هي ثلاثة، دابا هذا يكون هذا يكون هو مثلا، هذا هو يكون هو جوج، لا لحقاش هذا أقل منهم محمد، ما يقدرش يكون رقم جوج، رقم جوج يكون هذا، هي أمينة، وثلاثة هو يكون هو رقم ربعة، حقاش هذا قال لك الكلاسمون ديالو هو ثلاثة، ولا تالي عندنا هنا شحال كاينه 75 هو الاخراني هو 4، امينه 85 هي الثانيه، شهد 90، اذا ولا شحال نوصلوا ليها؟ يعني شحال نوصلوا ليها؟ نديروها اقل من امينه، ما وصلاش 85، امينه عندها
85 يعني إذن ولا نديرو لها لحظة نديرو لها غير تا 80 فقط 80 صافي. نديرو السؤال 80 تولي هي الثالثة 80 إذن هذه 90 هي الأولى شهد هذا القوة شهد ذكية ماشي ذكية أمينة 85 هي الثانية شهد 80 هي الثالثة ومحمد 75 هو الأخير. هنا الطاقة الاستيعابية لملعب الطاقة الاستيعابية لكرة القدم هي 9500 مقعد. هذا الملعب كيتسع المقاعد اللي فيه 9500 مقعد. تم بيع 2500 تذكرة لمعرفة عدد المقاعد الشاغرة ما العملية التي سنقوم بها. عندنا سيدي باعوا التذاكر غير العملية اللي نقوم بها. واش غنديرو 9500 زائد زدوا عليها 2500 دابا هما كان عندهم ملعب فيه 9500 مقعد ولكن باعوا التذاكر باعوا منهم 2500 تذكره باش يدخلوا الجمهور. دخل الجمهور زعما باش نعرفوا شحال بقى من المقعد شاغر يعني يديروا ليه ناقص باين شحال بقى من المقعد خاوي شحال. اذا هذا نقصوا منه عدد التذاكر اللي بعناها باش بقى لنا شحال من المقعد بقى لنا خاوي باش نعرفوا شحال. اذا نديروا 2500 9500 زائد 2500 لا 9500 ناقص 2500 نعم 9500 في 2500 لا اذا هذه اذا نديرو هنا هذه العمليه الصحيحه ونجزو العمليه في دفتري نجزوها هنا هنا هيا 9500 ناقص 2500 تساوي كم تساوي 9 ناقص 0 ناقص 0 0 0 ناقص 0 0 5 ناقص 5 5 ناقص 5 0 9 ناقص 2 9 ناقص 2 تساوي 7 اذا 7000 مقعد شاغر. جو بسيرف جو كومبت نحسب جو كومبليت لو رومبليساج دو بي دو بي انا شنو نديرو هنايا عندك سيدينا 75 زائد 75 واحد العدد ناقص 25 شحال يعطينا في 1 شحال تعطينا في 0 اذا في عندو بصفر علاش واش اي عدد هنا شحال ما كان اي عدد العدد اللي شحال ما كان كنضربو في صفر في صفر ما كيردلكش حاجه يعني كتعطي امانتك كي ما كيرجع لكش هو الصفر زعما في اي عدد كنضربو في صفر كيعطينا صفر الا كانت 100 في صفر صفر 3 في صفر صفر مليون في صفر صفر عقلوا عليها اي عدد كنضربو في صفر كيعطينا صفر. اذا هذا نبداو من صفر صفر زائد 75 تساوي صفر زائد 75 تساوي صفر تزيدو عليه 75 تساوي 75 ايوا علاش دختي زائد 75 اذا 75 ناقص 25 نديرو العمليه الواحد اسمها الواحد العشرة اسمها العشرة خمسة ناقص ناقص خمسة صفر سبعة ناقص اثنان تساوي خمسة اذا خم يعني خمسون 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 في واحد خمسون في واحد تساوي خمسون اذا اي عدد كنضربو في واحد كيساوي هو نفسه اذا خم خمسون تاليتي العملية. يوضح الرسم من بين التالي عدد التلاميذ الذين يفضلون كل نوع من الزهور. واحد القسم فيه عدد التلاميذ واحد عدد ديال التلاميذ ما عرفناش شحال باقي ولكن كل واحد شنو كيبغيو هل كيبغي واحد النوع كل واحد كيبغي واحد النوع ديال الزهور مثلا عندنا الورد عندنا التوليب وعندنا النرجس وعندنا السوسن وعندنا الاقحوان. عندنا اي زهرة اختارها اقل عدد من التلاميذ اقل عدد من التلاميذ اقل عدد من التلاميذ هنا كاين 10 هنا كاين 9 هنا كاين 7 هنا كاين 6 هنا كاين 5 هذا هو اقل عدد التلاميذ هو 5 اذا شنو اختار اقل عدد من التلاميذ الزهرة التي اختارها اقل عدد من التلاميذ هي النرجس هذه الاقل هي النرجس اذا النرجس النرجس هاي. ما الزهور التي يفضلها الاطفال اكثر من الاقحوان في الاقحوان سيدي ها هو الاقحوان هو هذا شحال فيه 7 كيبغيو 6 6 ديال التلاميذ وشكون قال لك ما الزهور التي يفضلها الاطفال اكثر من الاقحوان اكثر من الاقحوان هذا الزهور اللي كيبغيها يعني اكثر من الاقحوان السوس السوس السوسن 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 والتوليب التوليب والورد التوليب الورد الاحمر واش هذا شحال وصل السوسن والسوسن وصل 9 اذا فات 6 التوليب 10 فات 6 شنو قلنا الورد 7 فات 6 والورد اذا السوسن والتوليب والورد كم مجموع تلاميذ هذا القسم شحال العدد ديال التلاميذ ديال القسم يعني
نجمعوا هادو كامل الورد 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 اللي كاينه الورد الورد شنو نجمعوا؟ نجمعوا العدد ديال التلاميذ اللي اختاروا الورد اللي كيبغيو اي نوع من الورد مثلا الورد شحال كيبغي من واحد؟ ياه شحال كيبغي من واحد؟ الورد سبعه سبعه نزيدوا عليه شحال عدد التلاميذ اللي كيبغيو التوليب؟ 10 10 يعني نزيدوا عليه عدد التلاميذ اللي كيبغيو النرجس النرجس 5 نزيدوا عليه عدد التلاميذ اللي كيبغيو السوسن السوسن 6 نزيدوا عليه عدد التلاميذ اللي كيبغيو الاقحوان 6 6 تساوي 7 زائد 10 7 زائد 10 17 17 زائد 5 17 زائد 22 22 زائد 9 31 31 زائد 6 31 زائد 6 تساوي 37 إذن عدد التلاميذ شحال 37 إلى هنا ينتهي الفيديو دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.